بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان من داخل خارج قطر. يتجدد لقانا معاكم في صباح اليوم مع بداية أسبوع جديد وحلقة غنية بمواضيع وفقرات مهمة ومفيدة نستمتع بتقديمها لكم. أنا أختي دعاء. صباحكم الله بكل خير وصحة وسعادة مشاهدي الصباح رباح ومستمعينا عبر أثير موجة 97 FM. يتجدد اللقاء ونقدم لكم باقة من الموضوعات اللي نرجو أن تنال إعجابكم واهتمامكم. في حلقتنا اليوم مناديبنا يعكسون لنا صورة ما يجري من أحداث على أرض دولتنا الحبيبة. عبد الرحمن المري يتابع الاجتماع السادس للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون الخليجي. نيلة الملة تنقل لنا انطلاق حملة سلامتي في مدرستي من مدرسة عمر بن الخطاب الثانية. ومن كتارة محمد اللخن يواكب بدء التسجيل للمهرجان الرابع للمحامل التقليدية. وأيضا من المواضيع المهمة مشاهدينا ومستمعين اللي بنتناولها اليوم في حلقتنا جائزة المرأة العربية مع الأستاذة أمال العاثم عضو لجنة التحكيم في جائزة المرأة العربية. ومثل ما عودناكم دائما بداية حلقتنا بتكون مع مقتطفات من صحفنا الصادر صباح اليوم. عندك الجريدة الأولى ولا عندي؟ عندك. مشاهدينا الجريدة الأولى هي الراية، وبداية الخبر الأول في محليات الراية رقم 9 صفحة رقم 9. بموجب اتفاق وقعته مدرسة فولتر مع الجامعة الفرنسية طلاب قطر يدرسون بالسوربون العام المقبل. طبعا هي جامعة السوربون في باريس في الجمهورية الفرنسية. الخبر الثاني في محليات الراية أيضا في صفحة 18. تسعى لتشجيع الطلاب على تطوير وبناء ذاتهم، وياك تطلق مشروع خريطة البناء الذاتي بالمدارس. الخريطة تهدف إلى رفع الوعي بقضايا الصحة النفسية للفرد، والمدرسة ليست مكانا للتعليم فقط إنما تشكيل الشخصيات المتكاملة للطالب. صحيح. الخبر الثالث في الراية الرميحي، برنامج المتطوعون يعكس المزيج الثقافي بالدوحة. فتح باب التسجيل للمتطوع بمهرجان أجيال السينمائي، وهناك في صور من الدورة السابقة للمهرجان. عندنا الخبر الرابع في الراية، شارك في ملتقى السيدات الأعمال الخليجيات بالبحرين خليفة بن جاسم. المرأة شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، نطالب بدعم وتشجيع قطاع شابات الأعمال. وهذه كانت كل أخباري في الراية. أما في الوطن وأولى عناويننا، الأمير والرئيس اليمني يبحثان تطورات اليمن في اتصال هاتفي تلقاه سموه من هادي منصور. وكذلك في الوطن في صفحة 8، بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد كبير من المهتمين، رئيس الوزراء يفتتح معرض كشتة بشباب اسمسمة. بنتطرق طبعا كاميرا الصباح رباح كانت موجودة وغطت لنا هاي الحدث، خلونا نشوفه معاكم في هذا التقرير. تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، افتتح معرض كشتة 3 لوازم الرحلات والتخييم واللي نظمه مركز شباب سميسمة للسنة الثالثة على التوالي. المعرض يقام على السنة الثالثة، وكذلك طبعا هذا دعم من حضور سعادة رئيس مجلس الوزراء وسعادة وزير الشباب والرياضة لدعم للشباب. طبعا المعرض هذا يتضمن لوازم الرحلات البرية والبحرية. المعرض طبعا هذا الجديد فيه توسيع الشركات المحلية والاهتمام بالشباب القطري. الهدف واضح طبعا للمركز، هو تحقيق استراتيجية وزارة الشباب، ربط التراث القطري، إحياء الهوية القطرية.
وحول 20 شركة قطرية تهتم بلوازم التخييم أعرضت منتجاتها في هذا المعرض اللي يهدف إلى ربط التراث بالواقع والعادات والتقاليد. نشارك في المعرض المرة الثالثة هالسنة. عندنا محل اسمه التلواح، نبيع مثل أدوات برية وبحرية مثل خيوط السناح وخيوط البحر. احنا شاركنا حتى نفرج الناس، يعني عندنا محل اسمه التلواح. اي اول مشاركه لي انا السنه، لان شارك بالنسبه للمنتجات اللي عندي، علشان المنتجات الموجوده عندي، المنتجات الموجوده اللي عندي كلها تعتبر حق الرحلات يعني، وحق البيوت عامه يعني موجود عندي، من ضمن يعني عندي الطاولات وعندي الحافات وعندي الشوايات حق الرحلات، هذه تعتبر كلها حق الرحلات. أنا طبعاً مشارك بمتحفي اللي هو مقتنيات في الصيد والمكناس ولوازم الرحلات. هاي طبعاً مقتنيات أنا اقتنيتها من يعني فيها سنوات طويلة، 50-60 سنة، بعض الحاجات تفوق 100 سنة من لوازم الطير ومن رسومات الطير. الختام، ومع اقتراب موسم التخييم في دولتنا، أيها المعرض في الوقت المناسب لتقديم أهم المعدات والمستلزمات، وكل هذا في مكان واحد، مركز شباب سميسمة، يوميا حتى 25 أكتوبر الجاري. نكمل معاكم أعزائي باقي عناوين صحفنا، ونكمل مع الوطن والمواطن. صفحة 2، ملتقى مروري لتوعية طلاب المدارس أطلقته الإدارة العامة للمرور. وفي صفحة رقم 4 في الوطن والمواطن كذلك، يحظى برعاية سمو أمير البلاد المفدى مهرجان المحامل التقليدية 18 نوفمبر المقبل. عندي الجريدة الثالثة. عندك مشاهدينا، عندي الحين العرب، والخبر الأول في العرب، ينطلق اليوم ويبحث دعم مراكز الابتكار الجديدة 54 دولة بمؤتمر العلوم والتكنولوجيا. والخبر الثاني في محليات العرب، الدوحة تورد للرباط منتجات بلاستيكية وأخرى للري، توقيع 3 عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين مغاربة. الخبر الثالث وهو الرياضي، المهرة تشارم يتفوق على الجميع بمضمار سكوت بانجلترا، عبد الله بن خليفة يفوز بسباق الملكة اليزابيث. هناك في طبعا صور من هذا السباق، نقول لهم الف مبروك. والخبر الاخير عندي انا في العرب، رياضي ايضا، اقترب من اللقب الخليجي بفوز صعب على الاخضر السعودي، عنابي السلة يتأهل إلى البطولة الأسيوية في الصين. إذن نوصل إلى آخر جريدة عندنا اليوم، وأولى عناويننا في آخر جريدة وهي الشرق، الأخوية تشارك بأكبر جناح في معرض ميليبول قطر 2014 على مساحة 1056 متر، ويضم أحدث الآليات والمعدات. عندنا كذلك في الشرق في صفحة 10، انطلاق معرض رسولنا محمد بمجمع إزدان غدا برعاية الأصمخ الخيرية بمشاركة مركز الشيخ عبد الله بن زيدان آل محمود. وعندنا في محليات في الشرق صفحة 13، بدء التسجيل بمسابقة الشيخ غانم آل ثاني للقرآن الكريم اليوم، المسابقة تساهم في زيادة الإتقان بين منتسبي مراكز التحفيظ. وفي الشرق كذلك طبعا آخر عنوان عندنا صفحة 16، قرار بإنشاء مركز قطر للدراجات الهوائية سياكل. هذه كانت عناويننا لليوم في مختلف طبعا صحفنا. مشاهدينا، والحين خلونا ننتقل إلى نديم محمد اللخن اللي تابع تسجيل لمهرجان المحامل التقليدية الرابع، والكلمة عندك أخوي محمد. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اصبح عليكم الخير، واصبح عليكم خواتي في الاستديو، اخواتي نور واختي دعاء ايضا في الاستديو، الله يعطيكم العافيه. مثل ما قلتوا لي انتم، مثل ما قلتوا ان انا الان موجود في كتارة،
للحديث أكثر عن موضوع مهرجان المحامل التقليدية بيتحدثنا عنها عضو اللجنة المنظمة هو الأستاذ سيف الصليطي. أنا آسف، يا مرحبا بكم السلام. يا مرحبا يا أستاذ محمد، صباحك الله بالخير يا أستاذ سيف. يا مرحبتي، الله يحييك. أبو عيسى، البداية كلمنا عن المهرجان بشكل عام، نبغى نعرف طبيعة المهرجان، متى يبدأ ومتى ينتهي والأمور هذه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. السنة إن شاء الله المهرجان بيكون مختلف اختلاف كلي عن كل سنة اللي نظمناه. السنة إن شاء الله بتكون فيها فعاليات كثيرة، فيها مثلا مسابقة التجديف ومسابقة الغوص الحر ومسابقة أجمل محمل ومسابقة الهواري للتجديف قلناها، ومسابقة بتكون فيها بعد تقريبا الغوص على اللؤلؤ. هذا تقريبا المسابقات اللي بتكون. طيب، العديد من المسابقات هذه نتكلم عنها يبدأ اليوم التسجيل، صح؟ ايش طبيعة تبدأ التسجيل اللي بيكون اليوم؟ ايش اي مسابقة بالضبط؟ تقريبا التسجيل بيبدأ اليوم، حق اول شيء اليوم عندنا اللي هو المحامل التقليدية، هذه تقريبا طولها 22 قدم، واللي تقريبا اللي سجلوا اليوم من اليوم تقريبا محملين، والباقي ان شاء الله جاي اليوم ان شاء الله. طيب، اللي بيسجلون هذول في المهرجان او في مسابقه المحامل، طبيعه الاشياء اللي المفروض انهم يقومون فيها؟ يعني انا لو انا مثلا شخص احب اني اسجل في المهرجان هذا، ايش اللي المفروض علي اني اسويه قبل التسجيل؟ هذه ما حد يقدر يدش المسابقه الا اللي يكون عنده خلفيه تامه عن الشراء التقليدي. يعني احنا بدون ما ننفع؟ لا، تنفع عقب التدريب. عقب التدريب تنفع ان شاء الله. هذه الله يسمك لازم تكون عندك خلفيه تامه عن المحامل، أو خاصة محمل الجلبوت للسباق، وطاقم يكون كله كامل تقريبا 4 أنفار. طيب، 4 أنفار هذا اللي بيدخلون بيسجلون، اللي عندهم خلفية عن 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 المسابقة والمهرجان، إيش الشروط اللي لازم تكون متوافرة فيهم عشان يسجلون في المهرجان؟ أول شيء لازم تكون ملم بالسباحة، هذه أهم شيء. ثاني شيء عندك الخلفية التامة باستخدام الآلة الشرعية، و تقريبا هذه أهم الشرطين اللي عندنا. أنا شفت أن أول جملة أنت قلت لي إياها أنه يكون ملم بالسباحة، أعتقد هذه ميول للنواحي الأمنية أو الأمان في الموضوع أكثر. السلامة أهم شيء عندنا، السلامة، سلامة المشاركين. الله يعطيكم العافية. طيب، مسألة الفعاليات المصاحبة للمهرجان، أنا سمعت منك قبل شوي أن فيه فعاليات أخرى مصاحبة لنفس المهرجان هذا، إيش طبيعة الفعاليات وإيش هي؟ الفعاليات طبعا عندنا الغوص الحر، هذه مخصص لها لجنة خاصة، ولجنة الغوص على اللولو، هاي بعد لجنة خاصة، وعندنا لجنة المحامل أو الهواري للتجديف، هذه بعد لها لجنة خاصة بعد، وأجمل محمل طبعاً هاي بعد لها لجنة. طيب، أنا أبغى أغوص معك بالتحديد، دام نحن في سالفة بحر وكذا، نبغى نغوص بالتحديد في أفضل محمل المسابقة هذه بالتحديد، كلمني عنها أكثر. أو أجمل محمل؟ إيه نعم، أجمل محمل. أجمل محمل إحنا نأخذه من الناحية الفنية فيه، كتشكيل وكحملة كطول، هذه أهم شيء عندنا إحنا في المحمل، نشوفه من قدمه إذا كان قديم مثلاً، متى مثلاً وشروه، وهذا هذه أهم شيء عندنا إحنا. طيب، توقع دام المسابقة وصلت للمرة الرابعة، الثلاث مرات السابقة هل في كان نوع تكرار من الأفكار، أو كيف تقاومون تكرار الأفكار هذه؟ إحنا تقريباً الأفكار مش متكررة كثيرة، يعني أجمل محمل هذه كل سنة إحنا نحطها، بالعكس فيه لنجات تفوز يعني. لا، أنا أقصد من المشاركين نفسهم تكرار فكرة تشكيل المحمل نفسه. هي المحامل تقريبا نفس الشيء، يمكن حد يجيك الحين مدخل له محمل جديد مش موجود في المعرض، فاللجنة تختاره كمثلا يكون قديم، هذه أهم شيء قلنا له، وثاني شيء يكون من ناحية الجمالية يكون يعني. طيب، يكون قديم، كيش تقصد بيكون قديم؟ يعني لو حطينا عمر معين يكون له عمر معين للمحمل نفسه؟ اي نعم، يكون له عمر معين، في بعضهم اللي وصل 100، اللي في 50 سنة، اللي في 30 سنة. عيسى، يعني يصل عمر المحمل الى 100 سنة؟ إيه، اذا كان رجال يعني يحب الخشب وهذا يحافظ عليه. طيب، السؤال اللي نبغى نختم معك فيه، فيه وفود خليجيه قالوا انهم بيجون؟ اي نعم، اكثر شيء من دول مجلس التعاون، وتقريبا ان شاء الله على اول 11 بيكونون يوصلون، بتوصل الوفود ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه وبيض الله وجهك على اللقاء الجميل اللي تشرفنا ان استضفناك فيه هنا. يا مرحبتين، يا اهلا مرحبا. الله يعطيك العافيه.
مشاهدينا الكرام، مثل ما أنتم شايفين المهرجان جاري على قدم وساق. الأمور اللي تصير هنا على أكمل وجه، فيه استقبال الوفود، فيه استعداد، فيه خبرات 3 سنوات سابقة للعالم أو الناس هنا آسف. أبو عيسى قاعد يقول لي إنهم مستعدين لها بحكم الخبرة 3 سنين اللي فاتت. هذا كل اللي عندي من كتار. الكلمة عندكم خواتي في الاستديو. يعطيك العافية أخوي محمد، وكل الشكر حق ضيفك عن هالمعلومات عن مهرجان المحامل الرابع التقليدي. إذن فقراتنا تتواصل، من بعد الفاصل نفتح حوار حول جائزة المرأة العربية مع الأستاذة أمل العاثم عضو لجنة التحكيم في جائزة المرأة العربية. خلكم معنا.